تستثمر في السعودية، اندفاع موفقة لثلاثة عشر رأسا تتنافس في خامس أشواط اليوم الأول يوم سيأتي كأس السعودية. هنا اندفاع من بهايف يتقدم في المنتصف متصدرا، بهايف يتقدم برفقة روك ساوند في مطاردا مع قدوم ومحاولات من بقية الأسماء المتنافسة. هنا محاولة قدوم انفراريد يبدأ في المرتبة الثانية، بيجن يبدأ ثالثا مع محاولات روك ساوند يأتي المرتبة الرابعة، وكذلك محاولات القدوم من الخارج لإنفراريد. هنا الصدارة بهايف يتقدم للصدارة بيجن ثانيا في المرتبة الثانية مع لويس سايز البنامي يتقدم. هنا ناشيونال غالوري يبدأ في الظهور مع روك ساوند، هنا التقدم لبيجن يتقدم للصدارة، اندفاع إلى خط يسير مع أوليفر يتقدم أيضا الظهور فيما الصدارة لبيجن، يتقدم برفقة لويس سايز. هنا تقدم أوليفر يتقدم بأسي المرتبة الثانية، هنا الصدارة تنتهي إذا لبيجن. مشاهدينا الكرام ألف المبروك لعبد الرحمن صلاح الراشد للمدرب نايف المنديل وللقيادة المتميزة لويس سايز الذي قاد بيجن لهذا الانتصار بطول وربع الطول، فيما ظهور مناسب في أول ظهور إلى المرتبة الثانية، وكذلك أسير يأتي ثالثا وروك ساوند رابعا.